مرحبا استاذ. اهلا وسهلا ومرحبا. ان شاء الله ما وصلت لعندكم. ايه وصلت من امبارح. انا وصلت لكم اياها. يا سيدي كتر خيرك والف شكر لك. راضي؟ نعم. مهما حاولت تجاهله ما راح يحل عنك لياخذ ال 100 ليره، لذلك عطيها فورا وتعال كمل اكلك قبل ما يبرد. هيك قلتي؟ ايه هيك قلتي. طيب على عيني. يا اهلا وسهلا مرحبا. تفضل اخي. هي 100 ليره. ما في غيرها، لا تقلي رفيقك مستنيك تحت، تفضل. يستلموا الايدين، ان شاء الله كنت تطمي تشربوها تنزل على قلبكم هنا وتشفى. وعلى قلبك ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا يا اخي، شرفت يا حبيبي. العمى يا، شو هاد؟ كل واحد بيقوم بواجبه وبده عليه حلوان واخرته. يعني انا لازم يكون بجيبتي دائما 600 700 ليره فراطه. ايه، مو انت بدك ترجع لبلدك؟ صحيح يا سوسن، بس مو كل المواطنين هيك؟ لا، لأنه اليوم بالمواصلات في موظف خدمني ومشالي معاملتي وهو عم يبتسم وعم يحاكيني بكل احترام وأدب وما طلب مني فرنك واحد. تعدمي؟ أبصر شو قصته، بجوز لساته جديد، لا تخاف عليه، بكرة بيتعلم، رجع لعنده بعد سنة وشوف. الفصل اللي حكيت لي اياه ما بدي اتعرف على حدا ولا بدي احضر خطبه حدا. حل عني اياه. ايش مفكر حاله فات على محل نوفوتي وحمل قميص ومشي؟ معلش راضي، بعرف انه اخوك بس فعلا تصرفه سئيل. لك يا ستي، كل يلي اخذون ما بيطلع حقهم كلهم على بعضهم. 25000 ليره يا دوب. بالله مو عاجبينك ال 25000؟ لا، شيت انه مو عاجبيني عاجبيني، بس شو بدي ساوي؟ ليش هو الثاني مد ايده على جيبته وبده يدفع لي حقهم وانا قلت له لا؟ شوف راضي، هالمره مش الحال، ثاني مره مين ما اخذ من عندك شيء بتاخذ منه حقه حتى لو كنت انا. حال والله. ولك يا ستي، انت بتاخذي المحل كلياته كله بدون حساب. شوفي مين تسلمي لي. الو، اهلين مرت عمو. ايه موجود. امك بدها اياك. امي؟ هاتي لشوف. الو، اهلين امي، كيفك؟ الله يخلي لنا اياكي. نعم، زعلانه مني ليش؟ ايه لا، ما عندي حدا. ايه تكرم عينك امي، غالي والطلب رخيص. لا مو مشكلة، على حسابك يا امي. ايه تكرم عينك، ولو بس يمر منزير ياخد الخاتم لخطيبته ببعث لك واحد تاني إليك اغلى منه ان شاء الله. اهلين وسهلين امي، يخلينا اياك يا رب. لا خليكي خليكي، الله يخليكي، مع السلامة. ايه روحي، انا فايت ارتاح شوي بوطي. تعال هون. وين رايح؟ احكي لي لشوف، شو قصة الخاتمين اللي بده يمر ياخذهم منزير؟ خاتمين، هنن خاتمين وبس، واحد لخطيبته لأنه قال سوارة ومحبس قليل، يعني لازم يكون معهم خاتم، يمكن الحق بإيدهم والله يا سوسن، وواحد لأمي مشان تلبسه بيوم الخطبة. بس الخاتم والله اللي راح تلبسيه أنت راح يكون أحلى منهم كلهم، ما في حكي، وبكرة بتشوفي. هلا بدك تضحك علي وتسكتني بخاتم؟ قل لي لشوف، بدك تاخذ حقهم ولا لا؟ والله ما بعرف، محتار. انت شو رايك؟ والله انا رايي اذا عرضوا عليك مصاري لا تاخذ، عيب عيب تاخذ من امك واخوك، عيب. شو هالحكي؟ لا يا سوسن، هلا بدي ازعل منك. مزبوط، قبل شوي نبهتي علي اني حاسب القريب والبعيد، هلا عم تقلي لي اني ما اخذ حق الخاتمه من اهلي، بقى شلون هيك صار؟ حيرتيني. راضي، وصلت معي لهون ها؟ ولك تسلمي لي تسلمي لي، وقت بتعصبي ما احلاكي. يا ستي بكره بدي ابعتها لامي سواره فوق الخاتم مشان تحلوي بزياده. والله ساعتها لا بعصب ولا بهز بدني ولا على بالي، باخذ امي على المحل وبخليها تنقي طقم ذهب، عقد واسواره وخاتم كمان، بقى شو رايك؟ لكن شو مفتكر المحل تكيه لناس وناس؟ لا حبيبي. Thank you.
يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك، أهلا وسهلا. مور مبروك المحل. الله يبارك فيك وخليك. يا سيدي بديش الدهم اليوم؟ يا سيدي 21 ب 410. ها معناتها مرتفع. يا سيدي 5 ليرات بالجرام، مالهم محرزين. حلو، على هالحالة أرباحكم رح تزيد. عفوا ليش عم تسأل هالأسئلة؟ مين حضرتك يعني؟ أنا موظف المالية تبع ضريبة الدخل. يا أهلين وسهلين ومرحبتين، تفضل 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 ارتاح. إيه سيدي، قديش بتحب نحط لك ضريبة سنوية؟ والله يلي بتقدروه بدنا نلتزم فيه، ما في كلام، هذا حق للدولة ولازم ندفعه. تفضل تفضل ارتاح. يا أهلين وسهلين. يا سيدي الله يكتر من أمثالك، أصبح رح نسجل عليك 10,000 ليرة بالسنة بس، باعتبارك مشتري المحل الجديد يعني. كتر خيرك، بس مالك شايف انه 10,000 كتار شوي على محل مثل محلي؟ يعني انا رسمالي كلياته يا دوب يطلع كيلين ذهب. هدول الكيلين اللي عم تحكي عنهم مو عبره، بكره بتشتري من العالم وبتبيع مثلك مثل اللي عنده 10 كيلو. طيب خليهم 6,000. شو 6,000 انت تاني؟ الموظف المنتوف اللي عايف حاله عم يدفع ضريبه دخل 6,000 ليره. يعني بتريدها انت الصايغ يلي عم تلعب بالذهب لعب تدفع عند الموظف؟ لا ما بريدها، لازم تنزلوا له للموظف ضريبة الدخل للنص. شو عم تتمسخر انت؟ لا 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 ما عم بتمسخر، بس حضرتك حكيت كلمة جوهرية، يعني ما بيجوز الموظف يدفع قد الصايغ. انت عيني، مشان هيك نحن رح ناخد منك اكتر منه. حلو الكلام؟ ايه كمل لي وبعدين. يا ستي سجل علي 10,000 ليرة. الله يصلحك انت التاني، كنت كباس بايده 1,000 ليرة كان نزل لك ياها للنص. لا لا شو الحكيات، شو الحكي اللي عم تحكيها سوسان؟ لا انا ما بحب شغلة الرشوة منو، يعني ما بلاقي حلوة بحقي. انا يا سوسان احب على قلبي ادفع 5,000 ليرة للدولة ولا ادفع 100 ليرة رشوة لحدا بهالدولة. ليش؟ لأنه الدولة الله يعزها، الله يعزها بعزه، فتحت لنا سوق حاط عليه حراسة ليل نهار، فلازم نحن نساعدها، مشان هي كمان بدورها تساعدنا وتضل عم تقدم لنا خدماتها الجليلة. بالظاهر هذا موظف شركة الكهرباء يلي قطع التيار جاي ياخد إكرامية. إجا بغيابك وأخذها. لك مين عم تقلبها؟ ما بعرف، روح شوف مين. مساء الخير استاذ. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. امور؟ انا موظف مالي استاذ. اتاخرت يا استاذ، اجى رفيقك لعندي اليوم على المحل ومشي الحال. مين رفيقي؟ ما حدا غيري انا مكلف ياخذ ضريبه. ليكون شي واحد انتحل شخصية موظف المالية ونصب عليك نصبها؟ حاكي من الصابين كتار هالأيام يا أستاذ. طيب عطاك شي وصل؟ وصل شو؟ وصل بالمبلغ اللي قبضوا منك. لسه ما قبض شي، قال بعدين بتطلع الضريبة، ضريبة الدخل هيك قال. ها ايوه ايه فهمت عليك أخي، أنا جاي مشان ضريبة تاني. ضريبة شو؟ ضريبة المثقفات. أنو مثقفات؟ تبع البيت. أنو بيت؟ أنو بيت يعني؟ هذا اللي ساكنينه. ليش صار في ضريبة بالبيوت اسمها ضريبة مثقفات؟ هالضريبة موجودة من زمان بس هلأ رفعوها شوي. ايوه قول من الأول يا أخي. على كل أهلا وسهلا فيك، هذا حق الدولة الله يعزه بعزه ولازم ندفع لها. وكتر خير الحكومة يا أخي يلي عم تسمح لنا نشتري ونتملك وعم تحافظ لنا على ملكنا وتحمينا من السرقة ومن الحريق وغيره وغيراته، الله ياخذ بيدها آمين يا أرحم الراحمين. إيه أخي قديش بيطلع علي؟ حظك كتير حلو هالسنة يا أستاذ، لأنه طلع عفو على فوائد الضرائب المتأخرة، يعني أنت ما رح تدفع ولا قرش من جيبتك. نافذ بيتك أو عامل ديكورات فيه؟ لا. لأنه في ضرائب على النفط، بقى نافضه شيء؟ اللي إذا نافضه ها؟ لا، يلعني اللي نفضه مني وعليه. حلو كتير. المهم، قديش بتكون مني أخي هلا؟ عليك ضريبة 2 متأخرين لورا، وهي السنة صاروا 3، بس هالسنة ضريبتها أكتر شوي. لحظة بالله لأحسب لك ياهو. إذا بتريد. إيه سيدي، إذا قلنا 585 30
أنا كتبت بأربعة عشرين اثنين خمسة خمسة واحد سبعة اثنين. أخي بيطلع عليك 2715 ليرة. بقى شو قلت لحالي؟ قلت لحالي قبل ما تخلص هالسنة وتتراكم عليك الضرائب وما تقدر تجي تدفعها، قلت يا ولد لوفر عليك هالمشوار وإجي أخذها بنفسي. كتر خيرك يا سيدي، شرف. ها واحد اثنين ثلاثة، هاي 3000 ليرة أخي. إي والله الله يعوض عليك أستاذ. السلام عليكم. لك يفضح حريشه، لطش ال 285 ليرة. طبعا بده ياخذهم، لكن فكرك ناطع حاله جاي لعندك بعد نهاية الدوام لسواد عيونه. اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح.